نادي غير متعصب، لا في جنس، لا في عرق، لا في يعني عمر، فاحنا النادي من جميع الاعراق والجنسيات. يعني رايدرز هو من ضمن شبكه احنا اسسناها مع اخواننا الخليجيين وفي بعض دول بعد، فلسطين رايدرز، الكويت رايدرز، بحرين رايدرز، لبنان رايدرز، السودان رايدرز، فاحنا اسسنا شبكه ونظمناها مع كل هالدول، ونفس الشيء هما بعد جروبات يعني نفسنا، نفس الفاشن، نفس التوجه، نفس الشيء. فتقريبا 25 نادي مع بعض كشبكه واحده. يعني دائما نشارك في فعاليات وايد، يعني مثلا نشارك في فعاليات العيد الوطني، عندنا فعاليه حين اللي هو حق ان احنا نساعد في تعليم الناس، او اللي هو حق الفورمولا 1 مثلا، نسوي فعاليه حق مثلا يوم البريست كانسر. احنا اللي نبي نواجهه واللي نبي الرساله الرئيسيه اللي نوصلها حق البحرينيين والرايدرز، ان السياقه بطريقه منتظمه، السياقه بطريقه يعني لبس مثلا الخوذه والاشياء السيفتي، هذه من ضمن بعد اللي هو الاشياء اللي نبي نوصلها حق الناس.